السلام عليكم إخواني أخواتي متتبعي ومتتبعات، معكم أخواتي أحلى رفيصة، شي حاجة اللي غتعجبكم وما كيش الفرق بينها وبين العادية. أنتم كما كتشوفوا وبطريقة بسيطة اللي غتقدوا توجدوها يا أخواتي ليكم ولوليداتكم وتبرعوا بها راسكم ووليداتكم. شوفوا أخواتي التريد ديال الكريب ما شاء الله تبارك الله، يعني شي حاجة طالعة فنة. أنا براسي أخواتي فرحت بزاف لأنني وجدته بهذه الطريقة وصدق ليا، وتنتم أخواتي كذلك غادي توجدوا غادي تبعوا المراحل والمقادير والطريقة، وحتنتم أخواتي يعني غادي تحصلوا على تريد ديال الكريب اللي غادي ديروا به الرفيسة ديالكم. هو أخواتي مع المقادير والمراحل. السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم في قناة متنوعة مع عزيزة. يا أحلى متتبعين ومتتبعات، يلقاكم أخواتي الفيديو ديالي بأحسن الأحوال وبصحة جيدة. اليوم أخواتي غادي نديرو تريد ديال الرفيسة على شكل كريب، واللي كنحتاجو فيها أخواتي هاد المقادير، يعني بيضة واحدة، معلقة ديال الزيت العادية، نصف معلقة ديال الملحة، ونصف كأس ديال دقيق الروز، ونصف كأس ديال دقيق الذرة، يعني كأس ديال العنبة كنديرو فيه نص ديال دقيق الروز ونصف كأس ديال دقيق الذرة. وهنا يا أخواتي جوج كيسان ديال نشا الذرة أي مايزينا، ونصف لتر من الحليب. هادو هما المقادير أخواتي اللي كنحتاجو في التريد ديالنا ديال الرفيسة. ودابا اخواتي كناخذوا المقله ديالنا اللي سخناها، كندهنوها بشويه ديال الزيت مع الزبده الدائبه، وكنشرعوا باش نطيبوا الكريب ديالنا بهذه الطريقه. اخواتي كنفرغوا يعني الكريب ديالنا. هذه اخواتي هي الرفيسه، يعني المرق راه كل واحد باش غادي يطيبوا، يعني تقدو ديروا الدجاج العادي او الدجاج البلدي، اولا تقدو تكتفيو غير بالعدس والبصل، ويعني بهذاك كيف كنقولوا القشاوش ديال الدجاج، يعني كل واحد باش كيدير الرفيسه في المستطاع. وهذه هي الطريقه اخواتي باش كنطيبوا الكريب ديالنا، يعني ودائما تنخلطوا من التحت للفوق حيت كتهبط هذيك النشا والذره كيهبطوا للتحت. هذه هي الزبده اخواتي مع الزيت، يعني كنذوبوها وكندهنوا بها. وهنا اخواتي يعني في الكاسرول درت العدس ومع الثومه، وتما اخواتي دايره البيض ديالي كيتسلق. هانتوما اخواتي شوفوا النتيجه اللي حصلت عليها ديال التريد ديال الكريم كما كتشوفوا معايا في الصوره،
انتم كيطوا وكتقدوا اخواتي تعمروا به حتى عاوتاني ديروا على شكل هذاك طاكوس ونديروه في البريصا، يعني كتعمروه كتحشيوه باش ما بغيتو، اولا عاوتاني كترويو وتعمروه وديروه عاوتاني في الفران وديروا ليه الفرماج حمر، يعني داك اللي تنقولوا ليه حنايا بحال الشكل ديال الكراتان، يعني كتعمروه بالخضار وهذا الصدر ديال الدجاج وداكشي وكتروليو وكدير وحده وحده حدا وحده وحده حدا وحده وكتفرغوا عليها اخواتي لاصوص بيشاميل وديروا عليه وتحكوا عليه شويه الفرماج، حتى هو اخواتي كيجي روعه. تنحضروا معكم اخواتي يعني بهذه الطريقه وغادي تشوفوا يعني حتى هو كيطلع شي حاجه زوينه. كنبقاو اخواتي يعني نستمروا باش نطيبوا الكريب ديالنا اللي غادي نديروا به الرفيصه. ما تقلبوش حتى كتكون شاده يعني الكريب مزيان، حتى كتكون يعني شاده في راسها صافي طابت وتهزات لكم من الجناب عاد تقلبوها وديروا النار هادئه. انتم اخواتي دابا قطعتوا الطريفات كما كتشوفوا معايا في الصوره وكندهنوا السطح ديال التريد ديال الكريب، يعني كندهنوها مزيان ديك الزبده والزيت اللي ذوبنا. ودابا اخواتي ضفت طريف ديال السمن للمرق ديال الرفيصه اللي انا درته بالدجاج، ودابا اخواتي ها هي الرفيصه وجدات. ودابا غنسقيو كيف كنقولوا على الرويو، غادي نرويو الرفيصه ديالنا. هذا طبق متكامل يعني مره مره ديروها اخواتي وزينوه باش ما عندكم وفرحوا براسكم ووليداتكم صافي. وكنحط هذاك الثوم والحلبه، الحلبه كذلك اخواتي يعني راه نافعه للدس ديالنا كتساعد على الامتصاص. مره مره ديروا هذا الطبق ديال الرفيصه لانه كيحتوي على العدس والحلبه اللي كتنفعكم اخواتي والبيض كذلك، يعني طبق متكامل. يلا اخواتي بارطاجيو مع الاصدقاء وضغطوا على زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. واستودعكم اخواتي في الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم والى فيديو جديد.